Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss section 7.46. بهذه هنا عزيز الطالب بعد مناقشة في السكشن السابق اللي yes no questions أنواع الأسئلة اللي هي yes no question راح ناخذ نوعين. النوع الأول اللي هو positive orientation والنوع الآخر اللي هو negative orientation وراح نشوف شن الفرق بيناتهم. Another typical characteristics لل yes no question أحد الخصائص هي استخدام النون assertive forms اللي مثل any, ever اللي شفناها نشتغل عندنا بالنيجاتيف ستيتمنت. اذا الشيء المشترك باليس نو كويشن مع النيجاتيف هو استخدام النون اسيرتيف فورم. فمثلا اذا عندك جمله هنا someone called last night من تحولها الى سؤال تكون did anyone call يعني تحول النون اسيرتيف فورم الى نون اسيرتيف فورم. I suppose some فالسم راح تكون any وهنا yet اللي هي اصلا already. هذا فيما يتعلق بالنقطة الأولى. إذا نجي للنقطة الثانية راح نشوف إنه مثل ما الأوكسيلاري دو كان هو المشترك بين السؤالين ما بين أنواع الأسئلة اللي هي yes no question والنيجاتيف راح نشوف كذلك عندنا النون أسيرتيف فورمز تمثل النقطة المشتركة بين الكويشن والنيجاتيف سنتنسز. هذا الشيء المشترك مو صعب التوضيح. لماذا؟ لأن السؤال أصلا هو يكون عنده نيوترال بولاريتي يعني هو السؤال ما معروف يترك الباب أنه هل هو الجواب بوزيتيف أو نيجاتيف. يعني من تسأل شخص هل اتصل أي شخص يوم غد العفو يوم أمس راح يقول لك أما يس أو نو فهو متارك الجواب يعني ما عنده أورينتيشن. لذلك هنا الكويشنز بشكل عام تنتمي إلى النون أسيرشن ولذلك ينقلون assertive forms بها. هاي نقطة. النقطة الثانية on the other hand a question may be presented in a form which is biased towards positive or negative. أحيانا السؤال اللي يطرح من يطرح المتكلم هنا هو موجه الجواب سواء للنفي أو للإثبات. يعني أحيانا السؤال يطرح وهو يريد من عندك تأكيد وليس نفي يريد منك الجواب انه يكون بيس او يريد من عندك نفي. هنا راح يكون هذا اليس نو كويشن متوجه نحو النيجاتيف او البوزيتيف اورينتيشن. مثلا الكويشن يكون الى بوزيتيف اورينتيشن اذا استخدم اسيرتيف فورمز وليس النون اسيرتيف فورم. مثلا احنا قلنا did someone call last night هاي ما ممكن لازم anyone لكن هو هنا اصلا مستخدم اسيرتيف فورم وما مستخدم نون اسيرتيف فورم فمعناها هو اصلا يعرف انه اكو شخص اتصل ليله امس فلذلك استخدم someone لكن هو لا لذلك هو يطالب الجواب بانه يكون yes لان هو اصلا اكو شخص يعلم انه اكو شخص ما اتصل به. has the boat left already المفروض يكون yet الجواب العفو ضمن صيغه السؤال لان نون اسيرتيف لكن هو اصلا يعرف انه غادر فيريد الجواب انه يتوجه نحو اليس. do you live somewhere near dover هو يدري انه المقابل يعيش في منطقه قرب مدينه دوفر او منطقه دوفر. would you like some cake هو يعرف انه يريد سم كيك لكن شنو هنا فهنا تكون هيك نوع من انواع الاسئله متوجهه نحو اليس يكون الجواب شنو بوزيتيف اورينتيشن الى بوزيتيف اورينتيشن. فاحيانا يتسال سؤال تعطى سؤال او تعطى جمله يقول لك اريدك تحول لي اياها الى يس نو كويشن positive orientation فتستخدم هنا تستخدم assertive form rather non assertive form. طبعا كل هذه الأسئلة تشير إلى أنه السبيكر يعتقد أنه الإجابة هي yes لذلك هو يسأل عن confirmation وليس rejection وهذا هو الفرق عن النوع الثاني اللي موجود في section 7.47 اللي هي negative orientation.